شهر أيلول شهر سبتمبر من عام 2024 من أحلى الأشهر العاطفية بالنسبة لك عزيزي مولود الميزان. أنت على موعد جميل مع الحب بوجود كوكبك يلي هو كوكب الزهرة ببرجك شخصيا، ويلي عم يغمرك بتألق وزهو ورغبة بإنك تلم شمل كل الناس اللي بتحبهم حواليك. بهذا الشهر بتزداد شعبيتك وبيرجع لإلك شخص من الماضي يمكن ليعبر لك عن حبه بعد ما كان مبتعد أو حتى متحفظ. أمورك العاطفية رايحة باتجاه الأفضل، وكتير منكم مواليد الميزان بيفكروا جدياً بالزواج وبالارتباط الفعلي. تلتقي بهذا الشهر بكتير من الناس لأنه ما بتقدر أنت أصلاً تعيش بعزلة أو ما بتقدر تكون بعيد عن الصخب والحركة، إلى حد ما بتعمل توازن بحياتك العاطفية وبيرجع الأمل بينمو مجديد بداخلك. هذا الإحساس أو هذا الجانب من حياتك رح يكون بلسم وتعويض عن التأخيرات الواردة بباقي النواحي. ورح أبدأ مع أول التأثيرات اللي هو كوكب عطارد والشمس أيضا الموجودين ببرج العذراء، واللي بيفرضوا بعض التأخيرات لبعض النتائج أو لبعض النواحي. يمكن كثير من مواليد الميزان يتخذوا قرار عملي بهذا الشهر. إذا كنت غير مرتاح بواقعك أو غير سعيد، فممكن تأخذ قرار بتغيير عمل أو بالالتحاق بعمل. كثير منكم ممكن يختار بهذا الشهر طريق جديد لإله. ممكن تكون ببداية الأمر المفاوضات السرية أو العروض المقدمة أو الفرص المتاحة، يعني بتناقشها بطريقة سرية ما بتعلنها بالوقت الحالي فيما بعد يتم إعلانها. بعض المواليد من برج الميزان ممكن هاي العروض أو الاتفاقات تكون مرتبطة بسفر. بعد كل المفاوضات والتفكير والانتظار بتتوصل بنهاية الشهر وتحديداً بآخر 10 أيام بهذا الشهر لقرار ولنتيجة. تنشط أمورك بتتسارع اعتباراً من تاريخ 23 وبانتقال الشمس لعندك يلي رح يلحق عطارد بتاريخ 26. هذا شهر في قرار لنا مهني خاص ومميز، أيضا طاقة الخسوف وطاقة اكتمال القمر وولادته تتركز بهذا الشهر ببناء أساس مهني مختلف بالنسبة لإلك. بس بدك تنتبه شوي لبعض الأوضاع الصحية وطوال الشهر، لأنه ممكن مريخ السرطان يسبب لك بعض التقلبات على صعيد أمور صحية، سواء موضوع بخصك أو ربما بخص أحد كبار السن بمحيطك، يعني ممكن أحد الوالدين، شخص كبير بالعمر، يعني ممكن كتير أنه تضطر للاعتناء أو يكون عندك التزامات أو انشغالات بهؤلاء الأشخاص. إضافة أنه المريخ شوي متعب بهذا الموقع، يمكن هو الكوكب الأكثر إزعاجاً رح يكون لإلك. هو مو كل يوم بيزعجك، بس بالأيام الأقل حظ تشعر بتأثيرات المريخ بالتأكيد، لأنه ممكن يخلي شوي علاقتك مع الرؤساء أو مع السلطات بحياتك قابلة للتصدع بأي لحظة. فبدك تنتبه من عصبية مفاجئة، من تحدي مفاجئ، من عدم دبلوماسية بطريقة الحوار بينك وبينهم، يعني حتى لو كانوا الأهل بالبيت، يعني بدك تحاول تكون واسع الصدر عزيزي مولود الميزان وتكسب التحالف وما تتصرف بطرق استفزازية أو حتى متحدية. أمورك هذا الشهر جيدة، وقلنا أنه كوكب الزهرة مع كوكب المشتري ببرج الجوزاء بيضيفوا لحياتك العاطفية كتير من التجديد وكتير من الانتعاش. باقي الأمور ننطول بالنا عليها شوي على الأقل لآخر 10 أيام بهذا الشهر.
شهر بعتبره من الأشهر الجيدة يمكن يحمل بعض الضغوط المالية يلي مرتبطة بالعائلة. إذا كنت مسؤول عن عائلة طبعاً فبتشعر إنه ممكن يكون في هيك بعض الإشكالات أو يمكن بعض من نقص السيولة أو كثرة الالتزامات. حاول تعالجها بهذا الوقت بدون ما تصير أي خلافات.